المرأة بطبعها يا جماعة إنسانة عاطفية، أقل كلمة بترضيها، خدوا بالكم، والمرأة بتحب العاطفة أكتر من حبها للمال. ركز معايا في الحتة دي كويس جدا جدا، واحفظ طبيعة المرأة. طبيعة المرأة الكلمة الحلوة عندها أغلى من إنسيال الذهب، خد بالك من حاجة. لكن أنا عايز أقول المرأة فعلا عاطفية وبتحب الكلام الحلو أكتر من الهدايا. سلم على زوجتك وانت خارج، سلم عليها بحراره وبشوق وقول لها انا مش عارف الكام ساعه اللي هقضيهم بره البيت دولت هقضيهم ازاي، يا رب يخلصوا بسرعه عشان ارجع اشوفك انت واولادي. يا سلام، ليها معنى كبير جدا. وهي والله احنا هنقعد نعد بس الدقائق لحد ما ترجع. ربنا يبارك لنا في عمرك، واتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فان نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. يا سلام، وانت ماشي وخارج بتسلم وراجع بتسلم، السلام ده هيملى البيت بالبركه. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك بتصلي عليه. عايزك تخلي لسانك دايما دايما تحلي كل كلمه بكلمه بحبك. انت لما تقول لها مثلا يعني عايز اكل يا حبيبتي، ممكن اشرب شاي يا حياتي، يعني الكلمات البسيطة دي بتخلي المرأة معنوياتها ترتفع. وانا قلت لك ونصحتك قبل كده الف مرة، قلت لك خد بالك المرأة عاطفية، بكلمة حلوة تشيلك فنين عينيها، وبكلمة وحشة هتعبيك في كياس. فانا خايف عليك حبيب قلبي، فانت لازم تاخد بالك من النقطة ديت. يعني شبع زوجتك عواطف، عواطف، كلمات بسيطة مش هتكلفك ولا حاجة. وانت داخل وانت خارج سلم عليها، قبلها، قول لها كلمة حلوة. من آن لآخر لازم تقول لزوجتك كلمة بحبك. طيب عايزك تدلعها وتختار لها اسم دلع كده جميل يكون بينك وبينها، مش هيكون طبعا في الشارع ولا في أي مكان، يعني بينك وبينها في البيت. ده إلها اسم حلو، مشمشة، سمسمة، أي حاجة يعني، فاهم، زي قطة، وزة، فوزي، يعني المهم ايه، يعني اي كير، اي يعني اي اسم يكون ما بينكم طبعا، ويعني ايه، والكلام ده طبعا يبقى بينكم مش قدامي.